في ملعب نيلسون مانديلا الطين واصل للركب. لعيبة الجزائر بيلعبوا فريق تاني معرفش ايه، المهم في تصفيات حاجة تخص كاس امم افريقيا، بيلعبوا كورة مع فريق في ملعب نيلسون مانديلا اللي ضربوا بيه الطر اسبق احرق ابرق اقرع، واللي عايز اللي مزنوق في ملعب حول العالم يجي يلعب عندنا، مرحبا بيه. اقسم بالله رئيسهم قال كده. شفنا الكاميرات عمالة تجيب لعيبة الجزائر واللعيبة التانيين اللي بيلعبوهم الافارقة الخصم يعني، واقفين كل شوية يستغلوا اي راحة ولا اي حاجة ويقعدوا ينظفوا في جزامهم من الطين كأنهم بيلعبوا كورة في معرفش فين، والله حتى في ملاعب القرب اللي في الاحياء ما هياش كده، معرفش كأنهم بيلعبوا كورة في الجرن. حاجة عجيبة وعبسية في قوة ضارطة، واسبق احرق ابرق اقرع، والملعب الغير مسبوق، ونقدر ننظم اتنين كاس عالم، اتنين كاس امم افريقيا، والشعب مقتنع بك. المصيبة السوداء ان دي مش هرطقات رئيس كان بوتفليقة ولا غير ولا اللي موجود، ده هرطقات الشعب كمان مقتنع وكذابين وبيكذبوا على نفسهم، وحاجة بؤس، حاجة ترللي. وقفوا اللعيبة الارض راويينها كانهم راويين هكتار بطاطا، اقسم بالله العظيم اللي بحكوا لك ده حقيقي، الارض راويينها، النجيل ما بيتسقيش كده، وقبل المباراه بفتره ما بيتسقيش، بيتندى بس يتندى عشان لما يجوا يلعبوا يبقى مناسب، له طري وله طين وله ناشف، يعني القصه لها اصول ولها قواعد في الري وحسابات الري والكلام. في الجزائر لا، دي الجزائر يا جدك ما فيها واحد مؤهل في مكان خالص، لو اول مره في التاريخ تقف تلاقي لعيبه كل ما يجي يشوط كوره، اقسم بالله منظر. شوف اتفرج على اول فيديو واستنى لسه في فيديوهات كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. بيسقوا بطاطا، هكتار بطاطا بيفتحوا فيه المية وخليه يشرب لما يبقل، شيء عجيب. فين في القوة الضارطة وعندنا مش عارف ايه؟ ولما جمال بالماضي يقول لهم يا جماعة أرضية العشب، العشب في أرضية الملاعب كلها زي الزفت، احنا ما عندناش أرضية ملاعب، يقولوا له يطلع حقيز بطيخة يديله ويسلطوا عليه أحقح الصحافة يمرمدوا، ازاي يا جدك تقول كده؟ قول كل شيء بخير يا عالم يا هو، ما ينفعش. التاني اللي كان مدرب فريق تنزانيا الجزائري، جزائري بيدرب فريق تنزانيا، كان جابهم في ضيافة هنا مرمدوه محنوشة وهو سودوا وش أبوه مدى الحياة، وقف يقول غلبنا نغطي لكن سياسة التغطية مش نافعة يا جماعة. جابوا فريق الراس الاخضر قعدوا يدوروا على اوتيل يقبلهم ما لقوش لانهم مديونين وما بيسددوش المديونيات للاوتيلات. وليد صادب مع بعلاقاته قال له عافاك استر علي الله يسترك، معلش اقبلهم المره دي استر علي الله يسترك، انا مش لاقي مكان انيمهم فيه. مفيش. بن شيخ فريد اسمه ايه المدرب المؤخرا ده، بن شيخه قال لهم استقال، وعشر مدربين استقالوا في بداية الدوري بسبب قلة الإمكانيات. في ايه تاني؟ وادي اهو ملعب مش عارفين يجيبوا فني للسقيل، فني للنجيل، ده له فني، له ناس مخصصة، له ناس مخصصة. سقي الزرع ده، سقي النجيل ده له ناس بما انه ملعب مانديلا اسبق احرق ابرق عشان ما يطلعش بالمنظر ده. مساكين عاملين زي الخيل اللي طالعين من الغيث
عارفين الحصان لما يطلع من الغيث يقعد يخبط برجله في الارض كده ينفضها مسكين من الحوافر واتملى الطين. واحد تاني لاعب بقلة ذوق على التلاجة البرادة بتاع المية دي اللي بيحط فيها المية، بقلة ذوق على البرادة من فوق ينظف رجله على برادة المية اللي فيها مية زمايله هيشربوا منها. جه واحد تاني قام منظفها بايده كده من الفنيين اللي موجودين. حاجة حقيرة في السلوك في الشك، يعني نظف رجله فوق برادة المية اللي زمايله هيفتحوها ياخدوا منها الماء يشربوه. يروح يلعب كورنر ينظف رجله الاول، واقفين مساكين ينظفوا في حوافيرهم. حاجه فين؟ في نيلسون مانديلا، مش هقول لك بقى في براقي ولا في بتاع، لا ده في نيلسون مانديلا اللي طرارات طرارات اللي عبد المجيد ما اعرفش ايه قال للعالم كله رساله. عندنا ملعب، اي حد عايز يعمل بطولات يجي. عملنا ملعب الحمد لله سنة 2023 بقى عندنا ملعب الحمد لله غير ميتين، ونقدر ننظم 2 كاس عالم، ونقدر ننظم 10 مش عارف كوب ايه، ونقدر نعمل ايه. وحاجة كدابين في كدابين، الكذب مغرقهم من ساسهم لراسهم. والمشكلة يعني ما يبقوش فيك، يعني الجزائريين ما يصعبوش عليك، لان المصيبة السوداء ان المواطن نفسه جزء من هذه الفضيحة. المواطن نفسه بيكذب وعارف انه بيكذب، وبيكذب عشان يمني نفسه فيداري على المسؤول، والمسؤول يلاقي المواطن مبسوط بيكذب. طب عال احنا عال، واحنا كده ما عندناش مشكلة زي ما هوريك دلوقتي اهو. ان شاء الله عنده 5 ان شاء الله. شفت التنظيم؟ التنظيم رائع. لما منين جيت انت؟ بومرداس. ان شاء الله يعطيك الصحة. شكرا شكرا اليك ايضا. اهو اما يسالوا المواطن في الميكرو تريتوار يقول لهم لا 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 تنظيم راي سلام قاره، احنا قاره. وفي مواطن تاني عندي برضو الفيديو بتاعه بيقول لهم احنا كما قال الرئيس نقدر ننظم 2 كاس عالم، ونقدر ننظم 10 مش عارف. قاعد برضو يكذب كذب فج. انما هنا قام اللي جنبه قال له قول الصح، تنظيم سيء قول الصح. قامت هي شكرا 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 يا ابن الورمه، شكرا انت هتفضحنا. المواطن ليه المواطن هنا المسؤول يشوف فيه؟ المواطن ليه المسؤول يشوف فيه؟ ما هو حلو وراضي اهو زي الفل وتمام التمام. هي دي الازمه، هي دي الكارثه، هي دي النقطه. غلبنا نغطي غطي عشان العديان، العديان العديان بيتفرجوا فيك اهو وهم واقفين قدام الكاميرا ينظفوا حوافرهم زي الخيل بشكل بائس جدا، بشكل بائس جدا. نعمل شوف المواطن الكذاب تاني. شوف شوف شكون هذول اللي يهضروا على الجزائر؟ يا خو الجزائر كبيره عليكم، ما تجيش تهضر على الجزائر. قادره تنظم كوب دافري شان كوب ديمون، واش تحبوا ننظموا هنايا؟ ما هو عمي تبو العزيز الغالي، ما كاش رئيس في الجاز على الجزائر كيما تبو خو. مين الرئيس؟ تقول عمي تبو، قول له عمي تبوني يا خو، باسكو هو خلانا نحسو شغل مش راهو رئيس تاعنا، شغل هو واحد مدار مافامي. يا عبدقة مبروك عليك، تبون هيبقى عليك. اهو مواطن كذاب، مواطن راضي بالذل والعار ومستسيغه ومتكيف معاه وعايش فيه ويكذب وهو عارف انه بيكذب، والمذيع عارف انه بيكذب، والساده المستمعين عارفين انه بيكذب، وعم بطيخه بتاعه عارف انه بيكذب. كوب يا غير يا اخي الله يخليك، غير بس ارضيه ملعب مانديلا بدل ما لعبتك واقفين زي الخيل اللي طالعين من الغيث كده عافاك، بدل ما واقفين ينظفوا في صالون، او بقدوا موس لكل لعيب حطوا له موس في جنبه كده عشان لما يقف في اي مناسبه يبقى يكرط ويكحط الصباط بتاعه. يعني ممكن نلاقي لها حل يعني، يعني يا ريت يعني عمك معرفش ايه شوف له والنبي عافاك موس تورنوفيس، يعني اعملوا له كده في الشورت مكان للتورنوفيس اللاعب الجزائري مفك يعني، واضرب مفك تورنوفيس في الصباط نظف، او اعمله فني بره كده كل شويه حطوا له زي حاجه كده قدامه ستاند كده ويقعد بتورنوفيس، كل شويه اللعيبه تروح له تحط صباطه يكرطها ويجري يلعب يتملي تاني. يعني ممكن نلاقي له حل بدل ما هم واقفين مساكين زي الخيل كده اللي طالع من الغيث مساكين عمالين يخبطوا في رجليهم. والله الخيل بتقف كده، الخيل طول ما هي واقفه تخبط حوافرها في الارض كده تنظف حوافرها. يعني يعني ما يعني وادي مواطن اهو، وده ايه نقلته على كاميرات العالم. يعني
يعني ده على عينك يا تاجر، واللي ما يشتري يتفرج، واللي ما شفت يشوف. والمواطن المقهور لا لا يا سلام، ايه ده، ايه الحلاوة، يا سلام، كذاب كذاب، والدنيا كلها عارفة انك كذاب، وانت بنفسك عارف انك كذاب. ادي المواطن، نموذجين للمواطن المهتوك الوعي، المواطن اللي سبب في بؤسه، هو سبب رئيسي في بؤسه، والله ما فيها غير كده. وعمي تبون كأنه واحد فاميليا، لو حكمك هينفخ ولا احكمه هندمه يا عم، غير يجيب لك العدس طب الفاميليا يعني الواحد من الفاميليا ما يجيب لكش العدس واللوبيا يا جدك، واقف يكذب. وهدوك اللي بيتكلموا على الجزائر، هدوك شايفين اهو الكاميرات بتاعتك اللي نقلت، هدوك بيتكلموا لان انت فعلا فرجه. يعني هو اللي بيتكلم بيتكلم عشان انت فرجه، ويا ريتك مقتنع ان انت فرجه، انت مقتنع ان انت شواكير افريقيا واسياد العالم فبنتكلم بنقول لك انت قرقر. يعني اللي بيتكلموا بيتكلموا على انك قرقر من صور عندك ايه، فكلامك انت مش هيغير اللي احنا شايفينه ده انك قرقر، بل انه يؤكد ويزيد يؤكد انك قرقر، وهتفضل قرقر طول ما انت بتقرقر. فهمت حاجه من اللي انا قلته؟ هتفضل تقرقر كده اهو، وطول ما انت بتقرقر محدش هيسمع بيك، ولا حد هيشوف فيك، ولا حد هيعمل لك حساب، ولا حد. انما طول ما انت شايف عم تبوم من الفاميليا ابقى قابلني، ان لقيت الماء تغسل بيه وشك. طول ما انت شايف عمك تبوم من الفاميليا وهو مبسوط ان انت بتقول له كده، فهو مستصيغ ومبسوط وراضي عن النتيجه، يقول لك الشعب يا سلام، الشعب القرقور، القرقور مسرور، في حين ان القرقور محجور، والله العظيم دي الحكاية. شوفكم على خير.